القوامة ليست قهرا وإذلالا، لأن الله عز وجل قال بعد مسألة تأديب الرجل الزوج للزوجة: لا تبغوا عليهن، نهى عن البغي وذكر الزوج وقال: إن الله كان عليا كبيرا. وهذا تهديد للرجال إذا بغوا على النساء، هذا تهديد للظلمة إذا طغوا وأفسدوا. القوامة تكليف وتشريف، القوامة الطغيان فيها يؤدي بالمنافقين لفتح أفواههم. يا عباد الله، إذا حصل خلل اجتماعي هذا يؤدي إلى تقديم الآلة إلى أعداء الدين ليذبحوا وينحروا في أحكام الشريعة. ولذلك الطاعنون اليوم في الشريعة يتسلحون بماذا ويتذرعون ويتوسلون؟ بأي شيء؟ بالظلم الاجتماعي الواقع على بعض النساء، ويتوصلون من خلال ادعائهم المحاماة عن المرأة المستضعفة المظلومة للتوصل إلى نسف الثوابت الشرعية. الخطة واضحة جدا، واضحة، واضحة للغاية، يفهمها حتى أنصاف الأذكياء. استغلال الظلم الاجتماعي للتوصل إلى نسف ثوابت الشريعة. فمثلا هذا يمنع ابنته من الزواج، وربما استعبدها وجعلها مسخرة للعمل والوظائف لكي يأخذ الأموال والرواتب وتبقى بلا زواج إلى آخر العمر، نوع من الظلم الاجتماعي. وآخر تسلط على راتب زوجته فهو يأخذ منه بالليل والنهار، المسكينة لا تدري كم رصيدها أصلاً، البطاقة معه بطاقة الصراف ما لها دخل أصلاً، فهي لا تدري هل هي مدينة دائنة كم الرصيد، تريد أن تهدي صاحبتها شيئاً فلا تستطيع لأن المتسلط هذا أخذ بطاقة الصراف منعها من التصرف في مالها الذي هو ملك لها شرعاً. فيقوم المنافقون يحامون ويقولون: هذا الظالم وهذا وهذا. إلغوا القوامة، لاحظ الربط، المؤامرة للتوصل للإطاحة بمسلمات الشريعة عبر بوابة الظلم الاجتماعي. فعندما يوجد زوج ظالم وأب ظالم وأخ ظالم، تتاح الفرصة ويكون المجال للمنافقين. والحل أن يتولى إصلاح هذا الخلل العلماء والدعاة والغيورون والعقلاء وأهل الخبرة، وليس المنافقون. المنافق آخر من يتكلم. أيها المسلمون، إن منع الظلم بسبب منع الظلم وطغيان الرجل مهم جدا في إغلاق الثغرة التي ينفذ منها الأنجاس للطعن في ثوابت الشريعة. وهذه قضية في غاية الأهمية، ولا بد أن نبين أيضا بأن تعليم المرأة وتثقيف المرأة وتوعية المرأة، التوعية الصحية، التوعية النفسية، التوعية الطبية، التوعية الاجتماعية، كل التوعيات المهمة وعلى رأسها التوعية الدينية الشرعية، ليس هناك تعارض بينها وبين قوامة الرجل. يعني يمكن أن المرأة توعى كل التوعيات وتعلم أنواع التعليم والرجل قوام عليها، أما أن تقول كيف يعقل امرأة عندها شهادة دكتوراه أن الرجل اللي عنده سادس ابتدائي يكون قوام عليها؟ سبحان الله، شوف كيف يعقل، هذه طريقتهم، كيف يعقل امرأة عندها دكتوراه يصير الرجل اللي عنده سادس ابتدائي قوام عليها؟ لأن القوامة يا عباد الله قوامة جسدية عقلية فطرية خلقية أصلية، وليست إضافية بشهادة. ولذلك تزوج رجل عاطل بامرأة
تدرس في كلية الطب، وبقي الزوج في البلد، فكانت إذا أرادت العودة لقضاء الإجازة تخبر زوجها بتاريخ قدومها وتذكره بأهمية ترتيب وتنظيف البيت وأن يقوم بتجهيزه وكنسه وطبخ الطعام، وإذا وصلت يستمر هو في الخدمة حتى تنتهي إجازتها وتودعه لتذهب إلى عملها. فغضب رجال الحي من هذا الزوج الفاشل وقالوا فلان بن فلانة وضيقوا عليه حتى رحل. إذا أنت لم تعرف لنفسك حقها هوانا بها كانت على الناس أهونا. ولذلك جعل المرأة تقوم بما يقوم به الرجل سيحدث أنواع الخلل. إني لا أسأل عن رجال عشيرتي، أين الثبات وأين الجوهر، أين الأب الراعي وأين الزوج في بيت به تنهى النساء وتأمر، أين القوامة يا رجال، أما لكم شرف أليس لكم إباء يذكر، أين الحياء، أضيعته ثقافة غربية تائد الحياء وتقبر، أين العقول، أما لديكم حكمة، أين القلوب، أما تحس وتشعر، إن عدت الفتن العظام فإنما فتن النساء أشدهن وأخطر. الزعم بأن المرأة في السابق كانت منغلقة ومتخلفة وغير ناضجة ولا تعرف حقوقها، والآن مع الوعي والتقدم والتعلم صارت فاهمة ومتعلمة ومثقفة. طيب كلام، وبعد ذلك ماذا تريدون؟ نساء هذا الزمان أفهم وأعلم وأنضج وأحكم طيب ماذا تريدون؟ إذن ألغوا الولي، ألغوا المحرم، ألغوا القوامة. هذه النتيجة، هي النتيجة العدوان على أحكام الشريعة. قضية واضحة جدا، الناس تريد زلزلة ثوابت الشرع، لا ترضى بالإسلام فتريد هدمه بهذه المقولات. فنقول أيهم بالمقارنة أولى بهذا؟ يعني نساء عصرنا أنضج وأفهم وأوعى وأحكم وأبصر، أم عائشة وأسماء وحفصة وزينب؟ قولوا لنا من أحكم، قولوا لنا من أخبر، قولوا لنا من أبصر، قولوا لنا من أفهم، قولوا لنا من أعلم. فإذا كانت الصحابيات في عصر النبوة أنضج وأخبر وأبصر وأعلم وأفهم وأحكم من نساء زماننا مع كونهن في الشهادات العليا وغيرها، فكانت القوامة في ذلك العصر للرجل، فهي باقية في هذا العصر للرجل. هذه قضية شرعية إلهية تستمر على مر العصور لا تلغى. والحبل على الجرار والباب المفتوح في هذا سيؤدي. لماذا لا تتولى المرأة الطلاق؟ لماذا يجب عليها أن تتخذ محرماً؟ إحداث التمرد هذا الذي سيؤدي إلى نشر الشذوذ والعلاقات المحرمة وهدم الأسر والتفلت، وهو ما يريدونه. أأنتم أعلم أم الله؟ أأنتم أعلم أم الله؟ أأنتم أعلم أم الله؟ هذه العبارة التقريرية الاستفهام، أأنتم أعلم أم الله؟ هذا الإنكار والتقرير عليهم هو الذي نجابه به الذي يقول بهذه الدعوة. اللهم أصلح لنا شأننا كله، اللهم أصلح شؤوننا واغفر ذنوبنا، اللهم تولى أمورنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. أحينا مؤمنين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وفقهنا في ديننا يا أرحم الراحمين. اجعلنا بحبلك مستمسكين وعلى بالعروة الوثقى آخذين وعلى صراطك ثابتين حتى نلقاك يا رب العالمين. آمنا في الأوطان والدور، وأصلح لأئمة وولاة الأمور، واغفر لنا يا عزيز يا غفور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.